السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن من هو زوج فوز الفهد. وزوج فوز الفهد هو حفيد الملياردير الكويتي عبد اللطيف الصراف، وهو من مواليد عام 1994 ويبلغ من العمر 26 عاما، بينما فوز الفهد ستتم عامها 30 إن شاء الله في هذا العام. المعلومات كثيرة عن عبد اللطيف. أحمد عبد اللطيف الصراف هو شخص نادر الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه رجل أعمال كويتي معروف وشهير جدا برغم عدم ظهوره على السوشيال ميديا. أما عن فوز الفهد فهي من مواليد 10 مايو 1990، وهي كويتية الجنسية وتبلغ من العمر 30 عام، وهي خبيرة تجميل ومدونة موضة وأزياء. تعد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014. ولدت فوز الفهد في دولة الكويت، ونشأت ما بين لندن والشرق الأوسط. بعد نهائها مرحلة الثانوية تخصصت في الإدارة المالية، وبدأت تنشط في مجال الأزياء والتجميل خلال مرحلة الدراسة الجامعية. حين تخرجت من الجامعة لم تستطع بدء العمل بإدارة الأعمال طيلة سنة كاملة بسبب نقص بعض الأوراق القانونية، ما جعلها تتجه خلال تلك الفترة إلى مجال الأزياء والموضة والتجميل، وسرعان ما اشتهرت بمجال الموضة. وفي 17 مارس أعلنت زواجها من رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف الصراف. كانت تلك بعض المعلومات عن فوز الفهد وزوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف، وهو من مشاهير الكويت كما ذكرنا، وكان قد أهداها هدية في حفل زفافها، وهو من أبرز الشخصيات ومن أبرز أثرياء الكويت، وصاحب خبرة كبيرة في مجال إدارة الأعمال، وله العديد من الأعمال الخيرية أيضا. وحرص زوج فوز الفهد على إهداء شبكة فخمة وسمينة من ماركة كارتيه، والتي باتت حديث الجمهور كله على السوشيال ميديا، وثمن هذه الشبكة 10 ملايين دولار، وهي طقم عبارة عن طقم مجوهرات راقي مرصع بالأحجار الكريمة، بالإضافة إلى خاتم زواج من نفس ماركة باقي المجوهرات. وكانت فوز الفهد قد عرضت ذلك على صفحتها، وعرضت عن تحدثت عن هوية زوجها، ونتمنى لهم السعادة والتوفيق. وكانت هذه المعلومات التي توفرت لدينا عن زوج فوز الفهد التي يبحث عنها الكثيرين. شكرا لكم والسلام عليكم.